بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. مبروك لجماهير الكرة المصرية، مبروك لجماهير النادي الأهلي، مبروك للشعب المصري إنجاز جديد، برونزية كأس العالم للمرة الثانية. لم يسبق لأي نادي في مصر وفي الوطن العربي وفي إفريقيا تحقيق ميداليتين في المركز الثالث في كأس العالم للأندية منذ أن انطلقت هذه البطولة على مدار 15 سنة. النادي الأهلي هو الاسم اللي دايما بيشرف مصر. النادي الأهلي هي القلعة الحمراء التي دائما وأبدا تسعى لكتابة مجد جديد، ويسعى التاريخ لفتح صفحاته وكتابة اسم جديد لبطل جديد هو النادي الأهلي ضمن بطولاته محليا وإفريقيا ودوليا. في متحف النادي الأهلي سيتزين بوجود ميداليتين، ميدالية عام 2006 وبعد 14 سنة ميدالية لبطولة كأس العالم للأندية 2020. دائما وأبدا أجيال بتسلم بعض، وليبقى اسم النادي الأهلي عالي محلقا في السماء، ونسر الأهلي دائما عالي مع جمهوره العظيم، جمهور النادي الأهلي الذي وأبدا هو الحصن المنيع للقلعة الحمراء. جمهور النادي الأهلي دائما وأبدا سيكون هو الاسم الكبير الذي يتباهى في كل المحافل الدولية، وأيضا كمان فالاتحاد الدولي، الاتحاد الإفريقي، كل بلا استثناء بيسعى لشكر النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي على الشكل الذي ظهر به الجمهور في كأس العالم للأندية. لولا هذه الجماهير لما كانت لهذه البطولة هذه الشعبية والمتابعة الإعلامية يعني الزائدة بشكل كبير جدا خلال الفترة الأخيرة والمتابعة الكبيرة جدا من كل وكالات الأنباء. في ظل جائحة كورونا ضرب جمهور النادي الأهلي المثل في التشجيع والالتزام والمؤازرة والمساندة بكل الإجراءات الاحترازية من أجل مساندة وتشجيع النادي الأهلي منذ أن وصلت البعثة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم ومغادرة الفريق أرض المونديال. رغم وجود بطل أوروبا، رغم وجود بايرن ميونخ، لكن دائما وأبدا جمهور النادي الأهلي هو اللي بيصنع الحدث، ودائما وأبدا جمهور الأهلي والنادي الأهلي يصنع الحدث في أي مكان وفي أي زمان. أفريقيا فخورة بالأهلي، فخر أفريقيا بالأهلي ليس فقط في تحقيق البرونزية، ولكن أفريقيا والقارة بأكملها فخورة بالأهلي بعد الإنجاز الذي تحقق تحت قيادة المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي نجح في تحقيق ميدالية برونزية بعد ثلاثية في أقل من 3 شهور، بطولة إفريقيا، ختام الدوري، بطولة الكاس. هل من مزيد؟ بإذن الله هناك المزيد. طيب المزيد عندنا لسه السوبر الإفريقي، لسه أيضا كمان السوبر المحلي، والجمهور من امبارح بيتكلم إمتى ميعاد السوبر الإفريقي، عايزين نحتفل ببطولة جديدة. عشان كده الناس كلها لازم تحتفل دائما وأبدا بالنادي الأهلي، لا تسعى إلى الرد على أي شائعات ولا تسعى إلى انشغالها بأي موضوعات. النادي الأهلي في مكانة جيدة جدا، النادي الأهلي دائما وأبدا على منصة التتويج، النادي الأهلي يسعى إلى إسعاد جماهيره في كل مكان. الصورة اللي حضرتكم شايفينها دي فرحة الشعب المصري وفرحة جماهير النادي الأهلي منذ المساء حتى هذه اللحظات، وفور وصول البعثة بإذن الله إن شاء الله هيكون في فرحة في كل شوارع مصر بوصول أبطال إفريقيا الحائزين على الميدالية البرونزية ثالث العالم. يا عالم النادي الأهلي هو ثالث العالم، يا عالم النادي الأهلي دائما مشرف إفريقيا وبيشرف الكرة المصرية. إنجاز ولا أروع، والأجواء اللي بنعيشها بسبب وجود النادي الأهلي في المحافل الدولية والقارية بتخلينا سعداء ومبسوطين جدا. في ظل جائحة كورونا وفي ظل إجراءات احترازية وفي ظل صناعة كرة القدم بتعاني معاناة كبيرة جدا، لكن يبقى اسم النادي الأهلي هو الرهان الكبير على نجاح أي منظومة بتشتغل في هذا المجال. اسم النادي الأهلي تحديداً، اسم النادي الأهلي يقدر يعمل المعجزات. اسم النادي الأهلي وعلى مدار أكثر من 113 سنة بيسعى إلى تحقيق البطولات، البطولات المحلية والإفريقية والدولية. النادي الأهلي بالأمس فاز على بطل أمريكا الجنوبية، فاز على الفريق اللي بيلعب في بطولة كوبا ليبرتادوريس، بيلعب مع بوكا جونيورز، بيلعب مع سانتوس بلد الفلامينجو البرازيلي. لأول مرة بتفوز على فريق من البرازيل. الفوز مش نتيجة ولا بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، الفوز أداء وشكل وانطباع.
النادي الأهلي بالأمس كان ند قوي لبطل أمريكا الجنوبية، زي ما كان ند قوي لبطل أوروبا أمام بايرن ميونخ، زي ما كان ند قوي لأحد أقوى الفرق في آسيا وصاحب أعلى الأندية ميزانية وصرف على إبرام صفقات نادي الدحيل. الأهلي لعب مع ثلاث مدارس مختلفة وقدر يشرف الكرة الإفريقية بشكل رائع جدا. فاز على الدحيل، عمل مباراة كبير أمام بايرن ميونخ وكان ند قوي جدا لبطل أوروبا، وبالأمس فاز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بعد تعادل في الوقت الأصلي بدون أهداف. النادي الأهلي كان هو الكريمة أو هو الكريزة اللي كانت موجودة في كأس العالم للأندية، قدر يصنع التاريخ من جديد. الأهلي صنع التاريخ مش عشان فاز بالبرونزية، لا، ست مشاركات، وبعد ست مشاركات أعلى نادي عمل مباريات ومشاركات في كأس العالم للأندية، 15 مباراة منذ أن انطلقت هذه البطولة، فاز في 5 مباريات وخسر 10 مباريات. النادي الأهلي حقق البرونزية للمرة الثانية، النادي الأهلي للمرة الثانية على منصة التتويج. مازيمبي وصل الفاينل، والرجاء كبطل للمغرب ومنظم البطولة وصل الفاينل، لكن يبقى اسم النادي الأهلي محقق رقم قياسي لأنه وقف على منصة التتويج مرتين، خد ميداليتين. مفيش فريق في إفريقيا ولا في المنطقة العربية عمل